حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود. بعد التحية، ما هي الضرورات التي دعت لصدور قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال؟ بداية أستاذ سهير، أحب أمسي عليكم على مشاهدين قناة تلفزيون البحرين وأشكركم على الاستضافة. طبعا إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال جاء تأكيد للسياسة اللي انتهجتها النيابة العامة واللي رسمها سعادة النائب العام. من المحاج الملحة اليوم إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم الهامة واللي تفرق أعضائها لإنجاز تلك القضايا، خاصة في ظل خصوصية تلك الجرائم والإجراءات والمتطلبات المتعددة التي وردت بتشريعات واللي تجرمها، بالإضافة إلى أهمية مساهمة النيابة العامة في الوقت الراهن وتأكيد على تضافر الجهود مع باقي الأجهزة الدولة لدعم جهود المملكة في تنفيذ التزامات الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال. نعم. والتي تستلزم وجود كيان قضائي وتنفيذي متخصص ومعززة بالكوادر والوسائل الفنية والإدارية التي تمكنها من مواجهة ذلك النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي. نعم. وهو مطلب تردد في التقييمات الدولية التي خضعت لها المملكة في استيفاء المعايير الدولية فيما يخص مكافحة الجريمة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر المنظمة الوطنية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الفاتف. نعم سعادة المستشار، هل من الممكن ذكر اختصاصات هذه النيابة وإلى أي حد سوف يكون لوجودها أثرا إيجابيا على عمل طبعا النيابة العامة؟ قرار سعادة النائب العام يحدد اختصاصات هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في أنواع من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المالية والرقابية. نذكرها هي جرائم الرشوة والأضرار بالمال العام مثل الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء. نعم. على المال العام والأضرار العمدي بذلك المال وبإهمال، وكذلك استغلال الوظيفة والنفوذ وغيرها من الجرائم، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال سواء اللي نص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال أو القرارات الصادرة بناء عليه. ونذكر منها جرائم الغسل نفسه بإيداع والنقل والتصرف على الأموال الغير مشروعا سواء وقع من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين مثل البنوك والمؤسسات المالية وغيرها، وكذلك جرائم نقل الأموال عبر الحدود بالمخالفة إلى قرار الإفصاح والقرارات ذات الصلة، وكذلك الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الكشف عن الذمة المالية، وكذلك الجرائم المرتبطة بها. واسمحي لي هني بس يهمني الإشارة إلى ما تضمن قرار النائب العام من تنظيم أساسي لهذه النيابة. في القرار أعطى لرئيسها وباقي أعضائها سلطات استثنائية فيما يتعلق بالمنع من السفر والكشف والتحفظ. نعم. على الأموال بما يضمن سرعة إنجاز، كما أنه يوجب إنشاء نظام إحصائي متطور تقيد فيه القضايا ما تلقاه النيابة العامة من بلاغات ويدرج فيه كذلك القرارات المتخذة بالأخص في أوامر التحفظ وإدارة الأموال وما تؤول إليه تلك الأموال بموجب الأوامر والأحكام النهائية. ومن ناحية أخرى تطرق إلى التعاون مع الجهات الأخرى الشريكة ذات الصلة سواء الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من إدارة التحريات المالية FIU، إدارة مكافحة الفساد، وكذلك إدارات مصرف البحرين المركزي من خلال مباشرة الاختصاص المقرر للنيابة العامة المنصوص عليها بقانون غسل الأموال في مجال التحفظ على الأموال، مساعدة الوحدة المنفذة كذلك في طلبات التنفيذ الدولية، وكذلك إعداد الإحصائيات وتوفير ما تطلبها الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة من بيانات ومعلومات. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود، شكرا جزيلا لك.